نحن اليوم في هذه الندوة الصحفية خصوصا للتعريف بملف التوقيفات التي طالت 540 أو 545 رجل تعليم، والعدد في اختلاف لأن الوزارة لم تكشف على العدد الحقيقي. فالذي ينبغي أن يعرفه الرأي العام هو أنه تم توقيفنا شططا وتم عزلنا بدون معايير يعني يمكن أن يشرحوهم للرأي العام. فتم اختيار عينة تهمت بالتحريض، تهمت بخيانة الأمانة، تهمت اتهامات خيالية، وتم نسخ نفس التهم لجميع بحيث أن نفس المطبوع نفس الورقة التي وجهت لهذا الموقف ستجدها نفسها وجهت لجميع الموقوفين. الخطير في الأمر هو أنه توقيف مؤقت، يعني عندما تلتجئ للقضاء يقول لك هذا توقيف مؤقت، لكن الخطر هو أنك أصبحت مدان، لأن في نهاية الشهر وجدنا أن الماندا الراتب لم نحصل الأجور ديالنا. بالعكس أكثر من هذا، هناك مس حتى فيما لا يمكن مسه وهو التعويضات العائلية. أنا الذي أتكلم معك الآن دخلت لي في الماندا 40 درهما، وكاين اللي دخلت له 60 درهم، وكاين اللي دخلت له 100 درهم. فإذا حتى التعويضات العائلية التي من الأصل أنها لا تمس حق ديال الزوجة وحق ديال الوليدات، هي الدولة الحكومة في عملية أقل ما يمكن عنها هي انتقام، هي حقد. فإذن هم الذين يدفعون إلى الاحتقان. نحن في إطار الحراك الذي خضناه حقنا مجموعة من المطالب. لا نحن لا لسنا آدميين ولا ننظر نظرة سوداوية للوضع، ولكن كنا نأمل في أن الحكومة أن تتعقل وأن تختم هذا الحراك بجلسة حوارية بها أجندة تحدد الملفات حسب الأولويات، فإذا به تزيد وتصب كما يقال الزيت على النار لتعيد وتعيد الاحتقان في صفوف رجال ونساء التعليم، وتعيد الاحتقان في المدرسة العمومية عموما. فإذا نحن هنا للتعريف بهذه القضية خصوصا، ثم للتنديد بالاقتطاعات، ثم للدعوة إلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها فيما تبقى من موسم الدراسي، وأن تجلس مع التنسيقيات باعتبارها هي التي قادت هذا الحراك، باعتبارها هي التي أرجعت النظام الأساسي الذي صادق عليه في البرلمان وتم تمريره في الجريدة الرسمية وعادته إلى طاولة المفاوضات. كان الأولى أن تجلس مع التنسيقيات، ونحن جلسنا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان واستقبلنا لا يطلب لك لا ترخيص ولا شرعية، ولا يعتبرك فاعل في الميدان يتعامل معك هذا التعامل بشكل ديمقراطي وبشكل حقوقي. حتى الساعة الدراسة مستمرة، لأن الأصل في التنسيقيات وفي التنسيق الوطني والتنسيقيات الأخريات كان هو يعني إبداء حسن نية وبداية تخفيف البرنامج النضالي، على اعتبار أن هناك أمور بدأت يعني تتحرك وهناك حوار بدأ يظهر على الأفق، رغم أنه لا يرضينا، ولكن كاين هناك كما كيقولوا تحرك الملف. فإذا احنا لا ندعو دابا، ليس لدينا برنامج. نعم وقفنا توقيف البرنامج، قلنا اننا سنوقف يعني ان ممكن اتخاذ خطوات نضاليه، اما وان الموقوفين الان هذا العدد الكبير موزع على مختلف مناطق المغرب لا زال يعاني من هذه الوضعيه، فالدوله تدفع للاحتقان رجال التعليم الان والذين ساهموا مع الموقوفين والذين غطوا مجموعه من يعني قدموا تضحيات جسام في هذه الفتره هذه، يدخلون اقسامهم متدمرين. نتلقى اتصالات بالعشرات بل بالمئات يوميا، الكل متدمر. وكن على يقين ان اي موظف واي استاذ واي انسان يمارس الوظيفه العموميه ويدخل ميدان العمل وهو في هذه الحاله، فكن متيقن ان عطاؤه سيكون ناقصا، رغم ان الاساتذه يبذلون مجهود كبير، الا ان حاله انه هم في الاقسام يدرسون وهناك زملاء لهم لم يتقاضوا اجورهم، زد على ذلك ان هناك حالات الان نفسيه
خطيره. هناك حالات دابا دخلنا في الجانب النفسي ان الامور انتقلت الى اباء رجال التعليم. حينما يصل الامر الى امراه احدى الاستاذات مثلا او الاب ديالها ان البنت ديالك راه جراو عليها, ما كيقولوش موقفوك, والناس كيوصلوا واحد المصطلح اخر, يقول لك راه ولدك راه جراو عليه من الخدمه. فكون على يقين ان هذا سيؤثر على النفسيه ويؤثر على العطاء ويؤثر على المردوديه. وهناك الان من دخل في حاله لا نقول المناضلين الاشاوس الذين يعني دربوا على هذه المعارك, ولكن مجموعه من الموقوفين يعني كانوا ينفذون, يشاركون في الجمعات العامه, يتخذون القرار وينفذون عندما يرون البيان. فاذا الان نحن الدوله تتحمل مسؤوليتها في هذا الاحتقان, وتتحمل فيها مسؤوليتها في هذا الزمن المدرسي, وتتحمل مسؤوليتها في التعويضات التي تقوم بتعويض الاساتذه, لان التعويضات عشوائيه ولا تفي بالغرض. وانا اللي كنهضر معك, التلاميذ ديالي والاباء اولياء التلاميذ ديالي ذهبوا الى المديريه الاقليميه وطالبوهم بارجاعي, رغم انني كنت اشتغل اثنين والسبت يعني يومين في الاسبوع, ورغم انني كنت مضربا بتنفيذ الاضرابات, وطالبوا المديريه بارجاعي عوض الذي عوضني الان.